تعرف انك ممكن تفتح اكتر من مطعم بتكاليف مطعم واحد، وده اللي هتقدر تعمله مع النموذج او الشكل التاني من المطابخ السحابية. ولو عايز تتعرف على النموذج الاول ما تنساش تشوف الفيديو اللي فات. والنموذج ده بتتم فيه عمليات التشغيل لاكتر من علامة تجارية، ولكن تابعين لمالك واحد. بالبلدي كده انت بتكرييت اكتر من براند، يعني على سبيل المثال براند سوشي مع براند ايطالي مع براند اكلات هندية مع براند فرايد تشيكن مع براند حلويات وهكذا. لكن البراندات دي كلها بتكون افتراضية، موجودة بس في عالم الانترنت، يعني على السوشيال ميديا وتطبيقات التوصيل، وبيتم تشغيل منتجات العلامة دي من مطبخ واحد في مكان معين. فبدل ما افتح مطعم واحد واستقبل زباين ويقعدوا ياكلوا خدمة الداين ان، لا، انا هعمل اكتر من علامة تجارية في مكان واحد بس بخدمة التوصيل. وعلى فكرة ممكن تقدم خدمة التكاوي او الاستلام، يعني مفيش مانع ان العميل يجي لغاية عندك ويستلم الطلب. والنموذج ده بقى بيكون مثالي للشركات اللي بتملك اكتر من علامة تجارية، وبتكون في الوقت ده في مرحلة التوسع لمناطق اكتر عن طريق خدمة التوصيل او الاستلام. ولان العلامات التجارية اللي بتكون في المطبخ السحابي ده بترجع لمالك واحد، فبيكون في فرصة كبيرة لادارة العلامات التجارية دي بشكل يحقق نجاح مادي، يعني يعملوا مكاسب كويسة سوا. يعني على سبيل المثال بتقدر تضيف او تلغي اي علامة منهم في اي وقت بناء على معدلات البيع والارباح لكل علامة. وممكن موظفين المطبخ يشتغلوا مع كل العلامات، مش شرط يكون لكل علامة تجارية اصطف لوحده. عارفين النموذج ده من الاخر عامل زي مطبخ مركزي لاكتر من علامة تجارية، بس بدل ما انتج لمطابخ المطاعم انا بنتج للعميل النهائي. وفكروا فيها. شكرا لمتابعتكم، انا يونس ودي عيادة المطاعم.